أقيم بين مدينتي، الأولى صامت الاثنين والثانية صامت الثلاثاء مع من أتبع يعني أصوم مع يعني أقربهم يعني المنطقة المدينة اللي أنت تصلي فيها الجمعة وتتردد عليها وترتبط بجاليتها. هذا الذي أستطيع قوله عن بعد يا حبيب. يعني ماذا أقول لك؟ يعني الأصل الصوم يوم تصومون، الفطر يوم تفطرون، الأضحى يوم تضحون. الأصل أن تصوم مع جماعة المسلمين وأن تفطر معهم. الأصل اجتماع الكلمة وعدم التشرذم أو التشتت. إذا كنت في منطقة بينية بين هذا وذاك، انظر أقربهما إليك، والمنطقة التي أنت تكسر التردد عليها والاختلاف إلى مساجدها لصلاة الجمعة والجماعات ونحو ذلك، لعل هذه أولى بإذن الله تعالى.